لم يعد تواجد المرتزقة السوريين مرغوب به في غرب البلاد، خاصة وأنهم يتقاضون أجورا ضخمة، بينما يعيش المواطنون هناك تحت وطأة ظروف اقتصادية خانقة. صحيفة ديلي ميل البريطانية نشرت تقريرا قالت فيه إن عشرات الآلاف من المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا دفاعا عن السراج يقوضون الأمن ويولدون ردود أفعال عنيفة بسبب رفض عامة الليبيين لوجودهم. وقال التقرير إن تركيا أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري عاملوا بشكل وثيق مع أنقرة في الحرب الأهلية السورية، تم إرسالهم لمساعدة الميليشيات التابعة لحكومة السراج على قتال قوات الجيش الوطني. وأشار التقرير بأن تركيا نشرت أيضا عدة مئات من القوات النظامية بما في ذلك المشغلون والفنيون لأنظمة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في غرب ليبيا. كما لفت التقرير بأن متطرفين لهم سلات سابقة بمسلحين يشاركون في القتال بجانب الميليشيات في طرابلس. القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم وصفت المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع حكومة السخيرات بأنهم غير متمرسين وغير متعلمين، ودوافعهم وعود برواتب كبيرة. وقالت إن الشركة العسكرية التركية الخاصة السادات أشرفت على دفع أجور المرتزقة. أفريكوم قالت إن التقارير المتزايدة عن السرقة والاعتداء الجنسي وسوء السلوك من قبل المرتزقة السوريين في المناطق الغربية من المرجح أن يزيد من تدهور الوضع الأمني ويولد رد فعل عنيف من الجمهور الليبي.